يسعى من قد يشيل هودابة تنصبي النظر وانباطل من انمح وثوش اخ مدم شبحي مالاخي وكن شراب مالاخي واحنا نمحي لعفروني مو كده ويخوثون مشبحين ان كذ امرين ان بخول زبن وبخول عيدون تشبح طول الله بمراومي على رعش لو مشين وسبر طوب لبنين وشو ما ودهن اللخمي طرابو ثوتش بحودي لخمر يعبو ذو ملكوش ما ينو الله أبو حيثكو مر يعلوه بروي حيثو يعيش وعمشي حوام روح قديم موريو الله امرد الله برمل فداه اشقال اعطي ثد علم اثرى حمالين هاوت شوقي لو كيث اشقال اعطي ثد علم اصلي لان ادنوخ قبل بو ثانها وديوثب شبحو من يمين ودب ويحس وتراحى ما علي ميطل دب حوديك قديشات الحوديك مور يويش وعمشي وعم روح قديش وشبحي دالوه أبو كل سبن وبخلهن يوم ثوت حي برخو خوفي شبح لشمو شو برخو العلم هودي ثاوم قاو العلم علمي براخت مريو احث كل الله دبوه ثودي لانم شبح شمو حث العلم علمين لخ يعيش ابحو لخ فايو تشبه لخ يقول سعود كل عبد شعور عام برون حيث يوفر روح حنو قديشو هوشو ابحو موراني شو عمشي حوتر عد رحمك لو تحوث بفي مور حطو احنا مودينا نثرى حمالين حمالين قديشات الله قديشات الثون قديشات لوم يوثو دسلب تحلوفين وثراحة قديشات الله قديشات حي الثون قديشات لوم يوثو دسلب تحلوفين وثراحة مالين قديشات الله قديشات حيل ثونو قديشات لو ميوثو دسلب تحلوفين وثراحة مالين موران اثراحة مالين موران حسراحة مالين موران قابل تشمشتن وصلا وثان وثراحة مالين لو خالو شب حلق برو يو شب حلق ملكم شي حد حوين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما أي كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين
نور روح حوزي نور يشوع ستة سدوا بالعكس مريم دي للدوخ يوحان ودعم دوخ هنونه ولوخم في سون حلوفين اثراحا مالين بصلوث مودي للتخوت كلهم قادي شيكي رامر مخ مر ملكو إيحيدو يبرو ملك دابو شمايونو هودي توبك يونيلوم أو يتوقع شتو ومشى بحتو بتلتو دخيتو يلدت آلوه مريم دلوشو حلوفوه مارنوشو ويسطلي بحلو إن مشيح آلوه ديلا واب موته موتا ندوش وقتل ويتا حذ من تليتو يوتقا ديشتو شاويو إتمس تغير قادي شاتالوه قادي شاتالوه قادي شاتالوه
فديشاتالو شبح المولد أشليح سلطان عامان آمين. Happy Vibe. For this reason, I will not be negligent to remind you always of these things. Though you know and are established in present truth, yes, I think it is right as long as I am in this tent to stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And we heard this voice, which came from heaven, when we were with him on the holy mountain. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Baruch Mor. قراءة من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس بارخ مور. شبح المورد أشليح سلوث عامان آمين. أحي. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله. ليس إننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف ألا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد.
فإن الممجد أيضا لم يمجدوا من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل اغلظت أذنانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح باروخ مور. باروخ مور عم شليو دي حسو نقفوثو صوتو نشمع لسبر سد من حيو سودالو بيوان قليون قاديشون موران والوهان إيشو عمشي خدمي تقرع لاي شلومال كل خون ايوانجليون قادي شود موران يشو عمشي حوز برثو محيوني ثو ملو قم سبرونو دم سبر حيو فرقون العلمو زبنو خيل دم دبرونو ثد موران وانوانو فروق ديلان يشو عمشيحو ملثوت حيا لودت بسر من ابتلتو قادشتو مريم هولندن هوخان هواي حقا أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوق الموت حتى يروا ملكوت الله. وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون هاهنا، فلنصنع ثلاثة مظال، لك واحدة ولموسى واحدة وليلي واحدة، وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده وأما هم
فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروا. وشينو وشلوم الكلخون صالح كنا نرحمه وحنونا من مريم باي مريم رحمونا رحم علينا عدارين تشبعت ذودي إذا إدراو كل أسر مرامة طابد لباطل أمين ويثب كل إزبان وابخل عيدون نشمت ناسق التسبيح للرب الصالح الذي كسر جسده وأطعمنا ومزج دمه وسقانا وملكوت السماء أورثنا الذي بيليق التسبيح والسجود والإجلال في هذا وقت تقديمة الذبيحة والأيام وفي سائر الأوقات والأزمان والأعياد والساعات أيام حياتنا كلها وإلى الأبد. ضم مريم رحمونك ضم ذبحهم حسيونك ضم روزولين قديشي والوي باسم متسمين مني ذاي كونونم يقرو صالك ولان رحمة وحنونو من مريون بعي مريم رحمونو رحم علينا وعادرين على طرد باسم حسيون أخي لم دكيون شابو قاطي الأحوي لمذادون البيجوذان حياة واري الله ورحمن ذي الحبق لا طاي ساقير وربع ودلو مثمنان لا طاي ودخل عمودي رغم ابن وسطى بوث رحم علينا الدخرين واري الله برحمة منك وتخار توب نبشو ثان ونبشو ثودا بوين ودحوين ودرامونين ودملفونين ودعاني ذين وادخلون عني ذما ابن الذي تولي لو قديشتو ومشابحتو آواني مريال ونمشث روحث نفاريه ورسطال ودرحمة ودحنون والقرميهون حسيم حسيون ويلا والهون شيح ملكان مريو موران مورت تجبحتو نيلا مورت اليونان وتنضرونان وفرق لان وقابل اصلا وذان ودغجب وذان وبار رحميك الغلام مرد وذن قشيوث والشم طيب شيمون دروز ومينان بمرحمون وثوخ مريو كلي وبار والحرث وطب ثايدي ثل غبر دشلوم ومرد شينا وشلوم واشون خولان
والشنا ومشي حيا ودلوخ رحيما في الشفار لقر مرثق شاكلا لوخ شبح لوخ ثوديث ومسقينا هوشو وابخو لزبان العلمين Before you, God the Father, who is invisible to the angels and archangels, before your beloved Son, who revealed himself to the world by his love, before your Holy Spirit, who cleansed the world by his grace, and before your holy altar, where your divinity is proclaimed and the Holy Trinity abides, we present this sacrifice that it may be for the remission of trespasses, the forgiveness of sins, the blooding out of the transgressions of all your flock, and the rest and good remembrance of all the faithful departed, we offer you glory and thanksgiving now, always, and forever. Amen. May the Lord accept your petition and help us by your prayers. من القاب الحسيد حوب الشبق ونضحت وعبت ريون علم والعلم والمين. إن أدين عبدهم حين حط يلالو يعني بمار قدي شب وقدي شب قديش براق قديشام قديش روحا يا قديش دم قديش الفرمات خطوة يا عبد كاد حيس مطرحا مال نفشو دان ونفشو دون كيدا بوين وداحين ودرابونين واد ملفونين وداني ذين وادخلون عني ذا ما يمني يا ذا ذي تادي لقاد اشتوم شامحتوم بترين علمي والعلم علمي سوفيا ثرفس كومي هم شافي كلن بصلاثو كانم يقرأ نعني ونيما نؤمن بإله واحد الآب الضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور أحيو حبيبي صلوا قبل من القربان إخوتي وأحبائي صلوا لأجل ليقبل رب قرباني إخوتي وأحبائي صلوا لأجل ليقبل رب قرباني أحيو حبيبي صلوا على إذن قبل من القربان إخوتي وأحبائي صلوا لأجل ليقبل رب قرباني ثلاثة يثق عديشته Son, for
امنحنا الآن ربنا محبة وإنفاق أمنا كاملا لنحمدك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين. بارخ مار شلوم الكون عمرو حادي لاخ نتيل شلوم والأحذاذي ونوش القريب بنوشق توقات استوالويتو حبيد موران والوهان من بوثار سلومو نقادشو الله يوديثيه تبغضام مريم رحمنو ريشن نركن دومك موران And bless all of us with your blessings which cannot be taken away, and make us worthy to do your will, and that of your only begotten Son and of your Holy Spirit, now always and forever. وابعد عنا ربنا كل فكر دنس بواسطة هذه الذبيحة التي نقدمها لك منورا بها نفوسنا ومقدسا أجسادنا لنهدي لك الحمد والثناء ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين قم شافي قم بألفو قم نقفوتو قم زهيوتو قم قديشوتو فلنقف جميعا يا أخوتي بمحبة وإيمان صادق وتقوى ونحدق بهذه التقدمة الرهيبة والمقدسة الموضوعة أمامنا بيد هذا الكاهن الموقر ليرفع عنا هذه الذبيحة الحية لله الآب بأمن وسلام رحمة وشلوم العالمين Let our minds, our thoughts, and our hearts at this hour be above where Christ sits on the right hand of God the Father. Hello. Let us thank the Lord with reverence. أهلنا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة النورانيين الواقفين أمامك وهم عن تسبيحك لا يفترون ونحن هاتفون وقائلون قادش قادش روح قادش ونفق من آب ونسب من روح هذا له شرير وفق من Oh.
فعتدا قابل الموت وصبيانا يحلف إن حاطوا يود لحطوا ساب لحموا بذا وقد شثوا كذودي باواري يا بلش لي حوقدي شمار سابا خل مني وانا وفرض احلو فيكون وحلوف ساقية مثقصي ومثياب الجبقان وضحطوي والحيد الولا أم علمين آمين خذ والخسن سابك ذودي بري بالولا الزيع وقادي شمي مار سابش توميني كل خون هنا ودام دحلو فيكون وحلو بساقية ما اغاث شاي ما دياب الجبقان ضحطوه والحيد الأولى أم علمي And as he entrusted these sacraments to his holy disciples, he commanded them, saying, Do this in remembrance of me until I come. تذكر بعدك خلاصيا ومجيئك الثاني الرهيب الذي في تجازي كل إنسان كاف عليه فمن أجلها تندم وتتضرع إليك رايتك وبواسطتك وماك لأبيك قائلتان رحم علينا ونحن أيضا عبيدك الخطاة والضعفاء فيما نتقبل نعمتك نقدم الشكر لرافتك من أجل كل نعمك يا أحبائي وما
الذي في ينحدر الروح القدس نازلا من عالي السماوات العالية ويرف ويحل على هذه الأسرار الموضوعة أمامنا ويقدسها. فقفوا وصلوا بخشوع وورع، الأمن لنا والسلام لجميعنا. استجبني يا رب، استجبني يا رب، استجبني يا رب، اشفق علينا يا الصالح وارحمنا. أي كان وكان ما جين نعبد اللحمون وفروا ما بفخايم فروا فروا قايا وفروا أمشي حالو دينان والخصون شملي دمو ديتي قحثاتو دمو فروا قايا دمو دينا نمشي حواره دينا. So that these sacraments may be unto all of our take of them for the absolution of their trespasses, and may they inherit eternal life by them, that they may offer your praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit, now always and forever. باروخ مور صالح ونتكشف مورا والوهان عيدون ونربط حلو قديشو حلوف كلون أبو ثو ومدبروني ديلان هون القيمين برشاي يومون وبحيدتنا عيدو ثو قديشو ثو ودالو هدبا فنيون روين وبدبرير قديشم يقريط بثني فطر يركو ديلان مورن مورن اطيوس دو افريد Theodoros Traiono Mafriano Dilan Abun Mort Basilios Tumakat Moyo Uhasio Dilan Abun Mordionosios نتقيمون بالوهو أبشر كل كلهو نفسقو في أرثوذكسو ثلوثو شروته ويلان موريو نتكشف قريلاي سو امنح يا رب بيعتك المقدس أمنا وسلاما ومدبريها شيخوخة صالحة وهادية وأقم في أروات يحكمون بكلمة الحق حكما عادلا لنحمدك ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإله أبد الأبدين. بارخ مور تفدين مثعادين أن الهوشة ويا ثلقوفي واجبحات
من كل شرب وثدرو قد اشتو ومشابحتو وانفرحتو ومعاليتو وبثلث بخول زبان طوفوني ثو يلدث الله مريم عمود نت احد لنفي والشليح الخروز والانجل يسطي السهد والمود يوني والطوفون مور يحانون إزقادوا معمذونوا وراحوا طوق ذمو يدموري والقديشو مشفحو مور سطيفانوس ريشو تمشمشوني وقذمو يود سهدي والريشي شليحم على يوم ورفطروس ومرفولوس ندخر دين الخلهن قديش وقديش وثو سلوثهن شورو تهولن الموريون اثكاشف قرية لا Shelter us, O Lord, under the wings of your saints, and place us in their ranks, so that with them we may offer praise and thanksgiving to you and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now always and forever. Baruch Mor again, we commemorate all the faithful departed, who from this holy sanctuary, from this place and from everywhere, have departed, fallen asleep in true faith, and our rest, and have attained to God the Father, the Lord of all spirits and flesh. Let us beseech Christ our God, who received their souls and spirits unto himself, that in his abundant mercies we make them worthy of forgiveness of sins, and may carry us and them to his heavenly kingdom. Let us cry and say three times. Son, Corina y Son. وابسط على أمواتنا المؤمنين جناح رحمتك واغفر ذنوبهم صافحا عن خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد ودم عمودهم في أعضائهم وبه نترجى الحظوة بالرحمة وغفران خطايانا وخطاياهم. O God, absolve, pardon, and forgive our offenses and theirs, which we have committed before you, willingly or unwillingly, knowingly or unknowingly. Make us and our departed ones worthy of a Christian end, while remembering not our transgressions and theirs. So that in this as in everything, your all honored and the blessed name may be praised, extolled, and glorified with the name of our Lord Jesus Christ, and that of your Holy Spirit, now always and forever. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Shlomo al kolchon. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. اشمعنى عم 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 نفسه وحنا من في فيقوم ورانا القرار وخانوا مهينا لهم جهون وفعلوا جهون المريكا لبح زوي والبشح ورأخت الله ومن شد يشد
كشاف قري لسان قري لسان قري لسان إذا المراحم الغنية والتحنون من المسيح إلهنا نصعد التسابيح لله ونقدم السجود لابني الوحيد ونهتب بالدعاء للروح القدس الفارقليط المجيد نحن الذين بين يديك نسلم كافة أيام حياتنا يا الله يا رحوم شفوق اصنع معنا رحمة وحنانا واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا قابل الصلوات والمجيب للطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا يا ابنك الوحيد القدوس هاتفين بقلب خاشع وقائلين أبونا ادبش ما يونيثق أداش شموختي ملكوثوخ نروي سبيون راح أي كانوا دمش مايو أفضل أهدنا شبقنا حولين وحطوها إليك يا نور فحنا ساقين حيوبين نوت على نسيونا إيه
Oh Lord, deliver us, O Lord God, from the evil one and from all kinds of unlawfulness. And forgive our sins and transgressions, and be an absolver to us and to all those who trespassed against us in whatever manner, so that we may offer you praise and thanksgiving, and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now always and forever. Amen. Baruch Mor. Shlomo al-Kulchun. And with your spirit, before receiving these divine and holy mysteries that have been offered, let us bow down heads, our heads before the mystery. For you, Lord and God. استر يا رب شعبك ومرايتك المنتظرة تناول جسد ابنك الوحيد ودمه. وازل بركاتك عليهم وقدس نفوسنا واجسادنا لنهدي لك الحمد والثناء ولابنك الوحيد وروحك القدوس. الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. شلومو الكلخون. تهوي طيبوث رحمدت لي ذات قادشت ام شابحت لو بريث ثيت ام ثم ايت صغيت وشويات بوسيا يتابع ام كل خنا حي حبيبا اي العلمين Oh
هذا بقادي شامن قبل المبحنون هذا بروقادي شامن فرق المبحاش يقير دقنوم هذا روحو قادي شامن دي ثو امور امش مليون ادخل مدم دهو دهو ونوش مد مريم بارخ من عالم وعدام العالم امين امين عامن امين بقربان وبصله ندخارين ونلابو هين مالفين وولن كذا حاين ونا يولا له بهن عالم دعوبا اي ملك ودشما بث ملكم شبحكم اثمو هللويا هللويا ومالك ثومين يمين وطيع ميحو بثمو هللويا هللويا ونثرى رمالك الشكر بارفمو شبحو لابو لبرو ولروحو قديشو حول ابو لبرو والروح قد يشوري أيها المسيح ربنا وخالقنا ما بجاه أمك مريم ارحمنا من طغية نبليس اعتقنا ما من جنوده الأشرار خلصنا نا سامحنا وسامح أمواتنا ما غفران لذنوب إمنحنا يا رب ارحمنا ارحمنا يا رب ارحم يا رب سامحنا سامحنا يا رب سامحنا يا رب نجينا نجينا أعنا يا رب واسمع دعانا نحن عبيدك البائسون الواقفون أمام عظمتك في هذا الحين ارسل يا رب من فيض رحمتك شفاء للمرضى عافية للمتوجعين إطلاقا للأسرى
فرجا للحزانة عودة للبعيدين إلفة واتفاق للمتخاصمين غفرانا للخطاة وصفحا عن ذنوب المذنبين والراحة والرضا بواسطة القديسة الطاهرة سيدة العالمين عذراء مريم والدة النور والخلاص لكل المؤمنين والوقار والإكرام للشهداء والقديسين والرحمة والنياح لكافة الموتى المسيحيين وامنح يا رب كل واحد ما ينفع له من بحر جودك الطافح على كل من الصالحين والطالحين ومن أجل هذه النعم والإحسانات يسجد ويمجد اسمك القدوس المكرم من الروحانيين والبشر أجمعين أيها الآب والابن والروح القدس لك الحمد دائما وابدا آمين عينينا في عصر العصر على المصائب والقهر سل لقلب المنكسر يا جابرا يا مجبرا ماذا أصير شماب وبر روحو قاديشو حاضر وشاريرو امين. Dearly beloved, this morning we are celebrating the transfiguration of our Lord Jesus Christ. And our reading today is from Luke, the Gospel of Luke, chapter 9. And this story, two of the Gospels, they share this story. Matthew, the Gospel of Matthew, and Luke. But today our reading is from Luke, chapter 9. We see that our Lord Jesus said to his disciples that there's people will not taste the death till they see the kingdom of God. That means we can live the eternity from now, the eternal life from now, but through whom? Through our Lord and Savior, Jesus Christ. Transfiguration means to see the reality of Jesus, the real Jesus Christ, which means to see him as a God. Not just as a good teacher, like the rich young man came to him and asked him, good teacher, he said to him, no. Not as a great prophet, no. One day, I was with somebody and he said to me, Abuna, our parents, they followed Jesus because he was a good man. I said, just. I am encouraging him to tell me more about Jesus. I wanted to know if he knows the reality of Jesus. If he knows that Jesus is the truth. And God, he said, he's a good man, like Gandhi, you know Gandhi in India, and Mother Teresa, and all these people. I said, no, stop. Here you have to stop. You should stop. Jesus is not just a good man. Jesus is our Lord and Savior. And this is the meaning of transfiguration. To announce and to say that Jesus is the Lord. But through what? Through our life. Through our life. Why? Because Simon and John and James, they saw him as the Lord.
when his face changed to be like a light. And today, we have him as a light in our life through his Bible. Psalm 119 says, "Your word is a lamp unto my feet and a light into my path." To see Jesus, we have to talk to him, to know him more. And we cannot know him without the Bible. All of you have Bibles in your home, yeah? But sometimes we don't remember even to talk to Jesus. When we were kids, our parents taught us to pray every night. Yeah? All of us, yeah? To pray every night. But when we become young and adult, we forget to pray every night, which means to talk to Jesus, to see Jesus. Sometimes we ask him for a miracles, for a signs in our life. But he is in our life. He is maybe in my room on the table when I put my Bible there. So my message to you today, especially young people, if you seek to see Jesus as a Lord in your life, open your Bibles. Go up to the mountain. Jesus took Simon, John, and James up to the mountain, and they saw him. And we have our mountain, the Bible. So open it and go up and up and up, and you will see Jesus as a Lord and Savior. And you will become witness. You are witnessing the faith to all the world. And this is our call in life, to be his disciples, to be like Simon, John, James, Thomas, Philip, all the disciples, to go all over and to preach his name as a Lord and Savior to all nations. May the Lord bless you all and protect you always and keep you always safe. Amen. يا أحبائي نحتفل اليوم بعيد التجلي, تجلي الرب على جبل تابور. القصة قد تكون معروفة للكل. الرب أخذ ثلاثة من تلاميذه, بطرس ويعقوب ويوحنا, وصعد بهم إلى جبل تابور, وتغيرت هيئته, وجهه أصبح كالشمس, وثيابه بيضاء كالثلج. ويقول متى ولا قصار في العالم كان يقدر يبيض الثياب مثل ما كانت ثيابه بيضاء. فالرب يسوع راد يعلن عن مجده وعن إلهيته وعن أنه هو الإله الحقيقي, وهو شمس البر اللي راح يظهر ويغير حياة الجميع. لهذا السبب وجهه صار مثل الشمس, يقول, لأنه الكتاب المقدس يعلمنا أنه متى ظهرت شمس البر راح تتغير حالة الإنسانية والبشرية. واليوم كان هذا التغير. لوقا في إنجيله يقول في الإصحاح التاسع, بعد 8 أيام أخذ الرب بطرس ويعقوب ويوحنا. ولما نقرأ القصة نفسها في إنجيل متى يقول بعد 6 أيام. بالحقيقة إن كان 8 أو 6 هي نفس الشيء. ليش؟ لأنه هالأرقام 2 يشيروننا إلى عملية خلق جديدة, إلى عملية خلق جديدة. في اليوم السادس الرب الإله خلق آدم العتيق واستراح في اليوم السابع. ولكن في اليوم الثامن
وكأنه المسيح يريد يقول لهم هاي خليقة جديدة، بس تنزلون من على الجبل ما راح تكونون مثل آدم لما انطرد من جنة عدن. في الإصحاح الثالث من سفر التكوين يقول سفر التكوين أنه آدم كان يسمع صوت الله في الجنة، صوت الله ماشيا في الجنة، فآدم كان عايش مع الرب الإله، ولكن آدم رفض هاي النعمة. ليش؟ لأنه أراد أن يصير مثل الله، راد يكون إله. واليوم الرب يسوع راد يشوف آدم بشخص، ويشوفنا بشخص بطرس يعقوب ويوحنا، إنه هاي الطبيعة البشرية، هذا الجسد تأله من خلال نار اللاهوت اللي أخذ جسدنا حتى يفدينا على الصليب، وأراد أن يقول لنا من خلال شخص هالثلاث تلاميذ مكانكم ما هو بعيد عني، لا مكانكم معي حتى تعيشوا هالمجد الإلهي إلى الأبد، حتى تعيشوا هالمجد الإلهي إلى الأبد. فالتجلي يا أحبائي، تجلي الرب على جبل تابور هو حدث مستمر، ما هو حدث انتهى من 2000 سنة. والتجلي أش تعني؟ بالسرياني نسميه ميثجاليونوثو، يعني الظهور الإلهي، إيبيفاني، الظهور الإلهي، أن المسيح أظهر وأعلن لكل من حوله ذاته أنه هو الإله الحقيقي، أنه هو الطريق والحق والحياة. فالتجلي هو حدث مستمر، لأنه هسه إذا كل واحد من عندنا يسد عيونه ويفكر في يد الله التي تعمل في حياته من وقت يوم ما ولد إلى هاللحظة، إذا نسد عيوننا ونفكر هل يوما ما تركنا المسيح ولم يعمل في حياتنا كإله؟ ما أعتقد. اللي يقول ما اشتغل بحياتي، الخلل ما هو بعمل المسيح الخلاصي، الخلل يكون في أنا، بشخصي أنا. فالتجلي هو مثل قيامة المسيح، حدث مستمر. ليش؟ لأن الله فقط يستطيع أن يقوم من بين الأموات ولا يقيمه أحد، بقوة اللاهوت اللي أخذ هذا الجسد حتى يفدينا. في المشهد أيضا كان رسالة لكل واحد من عندنا، حتى نعطي قيمة النعمة والخلاص اللي صنعه الرب في حياتنا. الشماس لما قرأ رسالة بولس الرسول قال أنه موسى كان يحط برقع، تعرفون شنو البرقع؟ برقع هو مثل الإشارة اللي يحطوه اليوم البنات في الكنيسة، بس على أثخن شوية مثل اللفاحة كبيرة. موسى لما انطلع إلى جبل سيناء حتى يأخذ لوحي الشريعة ما قدر يشوف الله، لأنه مثل ما يعلمنا الكتاب ويقول لا أحد يرى الله ويعيش، مستحيل، ما حد يقدر يشوف الله ويعيش من قوة النور والرهبة والعظمة. فموسى غطى وجهه لحتى يقدر يتحمل هذا الظهور العظيم والبهي، هذا الظهور العظيم والبهي. وصار تقليد عند اليهود لما يقرون العهد القديم أو التوراة، الرجال يغطون رأسهم، الرجال يغطون رأسهم إلى اليوم بالبرقع. ولكن بعد تجلي المسيح ما بقى هناك داعي أن الرجل يغطي رأسه. لهذا السبب هي رسالة لكل رجل في الكنيسة، وقت نقرأ الإنجيل ما لازم يكون شيء على الرأس، على رأس الرجال بالتحديد. وإذا تلاحظون بالموصل سابقا آبائنا وأجدادنا اللي كان يلبسوا العقال وقت الإنجيل كان يشلحون العقال، ما يصير. ليش؟ لأنه نحن نعيش تجلي الله. هاي إشارة إلى أنه كلام المسيح الإنجيل هو استمرارية لحدث التجلي،
والعمل الخلاصي من خلال وجوده على المذبح في الكنيسة بشخص جسده ودمه الأقدسين. فنحن يا أحبائي عيد التجلي هو الأعياد المهمة في حياتنا. ليش؟ لأن المسيح أعطانا صورة لأبديتنا. أعطانا صورة لأبديتنا أنه نحن لما يجي مرة ثانية ما راح نكون مثل آدم الأول الخاطئ الذي ليس له شركة مع الله. لا، راح نكون أبناء آدم الثاني يسوع المسيح ونلبس عدم الفساد. يعني حتى نحن راح تتغير هيئتنا. بطرس طلب من المسيح: يا رب خلينا نعمل ثلاث خيام، ثلاث مضال، لك وحدي ولا موسى وحدي ولا إيليا وحدي. ولكن بطرس ما كان يعرف ايش عم يحكي مثل ما يقول لنا لوقا. ليش؟ لانه المسيح كيهيئه ويهيئنا لشيء اعظم. ما بدنا نقعد بخيام بطرس، لا، انت راح تتغير هيئتك يوم ما اتي مره ثانيه ويصير القيامه العامه. راح تتغير هيئتك وتلبس جسد عدم الفساد، وراح تعيش هالمجد انت ايضا، وتستمد نورك من نوري الأبدي الذي لا ينطفئ. فالمسيح يسوع اليوم يحطنا أمام مسؤولية كبيرة، هي أنه نحن نعي ونعطي قيمة حياتنا الأبدية من خلال حادثة التجلي إلا لا. سؤال بس نعرف نجاوبه راح حياتنا تتغير يا أحبائي، راح حياتنا تتغير وتنقلب رأسا على عقب. ليش؟ لأنه بس نعطي قيمة حياتنا الأبدية راح نصل إلى جوهر دعوتنا. جوهر دعوتنا أن نكون تلاميذ للمسيح وأبناء لله. وربنا يبارك حياتكم جميعا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وأيضا احتفل الكنيسة بعيد القديس العظيم مار جابرييل، اللي هو أحد نساك الكنيسة في طور عبدين، واللي ديره أيضا هو من أشهر الأديرة القديمة مثل دير شيخ متي. فالرب يبارك الجميع بشفاعة هذا القديس، وأيضا نعيد كل شخص اسمه جبرييل جبرائيل، الرب يعطيهم من شفاعة هالقديس ويحميهم دائما بصلواته. يا أحبائي، يوم 27 الشهر راح نرجع نعمل دروس الشمامسة الصغار والكبار أيضا، ولكن أنا أريد يسجلون أسماءهم حتى أعرف العدد ونتفق على الوقت حتى نرجع ندرب على الطقوس وعلى القداس ونتعلم أشياء جديدة أيضا حتى نتطور ليتورجيا أو تقصيا، ونحفظ أكثر ونتعلم أكثر حتى نكون جاهزين لخدمة مذبح الرب بشكل دائم. فاللي يحب يدخل أولاده على درس الشميمس الجديد اللي راح نعمله، بليز يسجل اسمه حتى نعرف الأعمار والأسماء الموجودة عندنا، حتى نعرف شلون نقسم الأوقات، لأنه أكو ناس تعرف شوية، أكو ناس ما تعرف، أكو ناس تعرف أكثر، فحتى أقسمهم إلى مجموعات وما أظلم أحد، يعني ما أضيع وقت أحد، حتى أعطي لكل واحد بتعليم الشموسية حقه. والرب يبارككم جميعا. وأيضا يا أحبائي، يوم 15/8 راح يكون عندنا حفلة للشباب الساعة 6:30 مساء. اللي يحب من الشباب يشارك في هالحفلة أيضا، ياخذ بطاقات من الشباب موجودين هم بالكنيسة. الرب يبارك حياتكم. أيضا يا أحبائي، 10 آب اللي هو يوم الثلاثاء يبدي صوم العذراء، صوم السيدة العذراء مريم. راح يكون عندنا صلاة كل يوم المساء الساعة 7 في صوم العذراء، وقداس عيد العذراء راح يكون الأحد القادم 15 بالشهر. وكل عام وانتم بخير، وكل واحدة اسمها مريم، ميري، ماري، عذراء، مشتقات أسماء العذراء كلها، هم بألف خير، والرب يحميهم ويبارك حياتهم دائما. النومي نتفق عليها.
كما يا أحبائي ذكرنا على مذبح الرب الغافر بمناسبة مرور أول أحد على وفاتها المرحومة سعيدة إسحاق اليوناني، وقد طلب ذووها أن أقرأ هذه الكلمات البسيطة عنها. المرأة الفاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. كانت المرحومة سعيدة جوهرة تلمع بطيبتها وبساطتها بين أهل بيتها وكل من عرفها في كل أوقاتها وكل أيامها. كانت أماً حقيقية ليس لأبنائها فقط بل لكل من لجأ إليها وطرق بابها. كانت تحمل قلباً واسعاً صبوراً ووجهاً منيراً مبتسماً، ناشرة خصالها الجميلة وروحها الطيبة للجميع بدون كلل أو ملل. رحلت عنا وعن عالمنا الفاني هذا، لكنها تركت وراءها إرثاً ثميناً لنا، وهو ذكراها وصفاتها الحسنة التي ستبقى في أذهاننا ما حيينا. كانت قدوة حقاً، وكل كلمات الوصف لو توفيها حقها ستبقين زهرة متفتحة في قلوبنا، كما كنت دائماً لترقد روحك بسلام في ملكوت السماء وفي أحضان الرب. وليصبرنا الرب على مصابنا هذا، تعازينا لأهله الرب يعطيه ملكوت السماء. كما أيضاً يا أحبائي أقمنا القداس الإلهي لروح المرحوم غانم بطرس الياس، والذي سوف تقدم عن روحه وعن روح المرحومة سعيدة أيضاً المعجنات والحلويات بعد انتهاء القداس الإلهي. الرب يرحمهم ويعطيهم ملكوت السماء. وكذلك عن روح أخويه متي ونوري بطرس، الرب يرحمهم. كما ذكرنا أيضاً جانيت فرجو نعمة المتوفاة في العراق بسبب وباء كورونا، وذكرنا أيضاً المرحوم حكمة قوزي وجلال قوزي ولبيب قوزي وإسحاق قوزي وداود قوزي ومريم قوزي وأديبة قوزي وجي سايمون، والمرحومة تكون زوجة السيد حكمة قوزي، الله يرحمها ويعطيها ملكوت السماء. كما أيضاً ذكرنا على مذبح الرب الغافر المرحومين سامي وسرمت وإيبا فرانسو، والمرحومين جنان خضوري وأمينة خاتون، والمرحوم رمزي يوسف، والمرحوم صامويل عبوش وزوجته حاني الياس، والمرحوم فرام داود وزوجته نورية بلحت، والمرحوم مهند حنا، والمرحوم قرياقوس، والمرحوم سرمد الشماني، والمرحومة مارغو إيشو هرمز، والمرحوم المأسوف على شبابه المتوفى في بغداد أثر حادث مؤسف، رائد موفق متي المختار ووالده موفق المختار ومتي المختار وزوجته شكرية يونان، والمرحومة سيدي جبرائيل برسوم، ونعزي أهله ووالدته، والله يصبره هذا الحادث المؤلم، والرب يسكب نعمة الصبر والسلوان على قلوب كل عائلته. وأيضا ذكرنا المرحوم فائز عروس، والمرحوم منير شمعون آل تشونا، والمرحوم عماد خليل القس إسحاق وجميع أمواتهم، وذكرنا أيضا المرحوم يعقوب عواص وجميع أمواته، والمرحومة سلامة متي كلو وجميع أمواتها. كما أقمنا صلاة السهرانة لأجل شفاء جميع المرضى يا أحبائي، الذين طلبتم أن أذكر أسماءهم على العلن والذين طلبتم أن لا أذكر أسماءهم على العلن. وأقمنا صلاة السهرانة من أجل شفاء الطفل ليو جيمس حمامة، الله يعطيه الصحة ويشافيه، وأيضا من أجل إحدى العوائل المؤمنة وإحدى المؤمنات. كما نورت الكنيسة في هذا اليوم المبارك على نية وسلامة السيدة ساندرا إيشو زوجة السيد نبراس حازم قزقوز بالمولود الجديد جايدن، الرب يجعله ثمرة صالحة وألف مبروك ويعطيه أيام حلوة ويكون سبب لتمجيد اسم ربنا ويبارك حياتكم جميعا. كما نورت الكنيسة على نية فراس ونورس حازم قزقوس، ونورت الكنيسة على نية إحدى المؤمنات. كما نورت الكنيسة على نية تعبير معرفة إذا صح أهلي كل كتبوا وويليام وولدي فادي برسومو، على نية نتالي متي ميرزا، الرب يعطيهم دائما الصحة والعافية. تنوير على نية أحد المؤمنين، نورت الكنيسة أيضا على نية خيري إسكندر، ونورت الكنيسة على نية أحد المؤمنين، وتنوير على نية جان
وسام الرب يعطيه الصحة والعافية. تفضلوا يا أحبائي نصلي مع بعض صلاة الاعتراف والتناول. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في نيقية وقسطنطينية وأفسس على رجاء الكهنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن وبه تحل وتربط. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا. أحرى من أن أقبل الخطيئة، فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي، سائلا الله أن يغفر لي بنعمته. آمين. يا رب ارحمنا، يا رب سامحنا، يا رب اغفر لنا. ليرحمكم الرب الإله ويقودكم إلى الحياة الأبدية مثلما رحم بطرس الرسول والخاطئ والعشار ولص اليمين وجميع التائبين، بسلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه للرسل الأطهار ومنهم جيلا بعد جيل وعبر خلفائهم الشرعيين حتى وصل إلينا العبد الضعيف الخاطئ. بهذا السلطان أحلكم من جميع الخطايا التي اعترفتم بها وأنتم نادمون عليها، تداكون وتتقدشون أن يشتبقون حوبيكون وحطوها يكون بشمو دابو ودبرو ودروحو حايو قاديش الحايد العولم علمين. آمين. بعذا عيد مالكو أحايو حبيبا يسلمون وسوينا في شوثان هيمونو ثود الشرونو لوخ احد نوح السوف لوخ البخ من دابر عمك لوخ الوخم شن وخفا قديشا قديشا دف كل فينيون مور بدخرون يولد وعد قديشا ودعاني دم نزايقني مون سيد ومشابه حب وبر روح قديشو من عالم ورد دور دورين لتصبح تولي إلويا مهما ذبحهم حسيونون يحوث حسين عبد أكبر الله وهوديث الفرقلان واعتيد ابني ثميت النحوما نحو دورة غنسا أن العلمين شوط ماري الله يمين أخو إدلام الحسيوني ثباري خلقين شون السعوذيك دم قبلين المساب فاروخت مخي أقير الحسين الحبيب القلي وثافت أقضو مكبورا والله أن العلمين رحمة وضل ورام وفرق ودلان يشوى مشيحه على طعينه يقشون عليه بيهون وعن نسو بيهون على كل من دلي وشتوتف ومشتوتفين بهون رحمة وضل ونهون علينا وعليهم بترهون علمي والعلم علمي Oh.
ياقوب ويوحنا الرسل جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. 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 جسد ودم يسوع. ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. جسد 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 ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. افتحي تمكي حبيبي افتحي. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. 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 جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب.
جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. تناول عمود نعم. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. 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 ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب. 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 جسد ودم يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا والذنوب.
جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. اسمع قبل دقيقة. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. تحكمنا. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. 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 جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. دحين سخ كمخ. يلا سخ كمخ سخ يلا. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة خطايا الذنوب. جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. 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 هاي الطوبة مثل ما هي حطوها على المذبح. طيب جسد ودم يسوع المسيح يعطي مغفرة الخطايا والذنوب. سدة سدة سبحانك سبحانك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك. جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الزكي الغافر الثمين الذي شربناه لا يا رب لا يكونان لنا للدينونة والانتقام لكن للحياة الأبدية وخلاصا لجميعنا وارحمنا. دنان لوخ يا ترويث على باو قبل طيب وثود الوثان وثرى
إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين فقونا جميعا وإن واضدنا وثبتنا واغفر لنا وارحنا بواسطة نومنا بهذه المائدة الروحانية فنأتب بحمدك وتسبيحك وابنك الواحد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين آمين بارخمو شلومو الكرخون أمرو هادي لخ من بوثار انسي بوثو دروزي هولين قديشي والو هويه دثي هب توبك دوم وريو رحمونو ريشي ناركين كتومك موران والوها أيها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يفنى احفظ نفوسنا وأجسادنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى لنسبحك وأباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين زاوي لبرو دش تحلف زيوي تامون بدموث شمشي وعاتير صمحيه وفر صوفي وثخالف وك يومد بسرد فورون ونثي دنحاوي ود لويليا إلو موري زلوم بشلوم حبا كان ما يوم ذا بثدة ليث وقد اشتعم زهود يبركو ثيدا سبتو من مذن حسن الموريو راحيق عم قاريبي حاي عم ميث افريقاي بسلي بتذكر الموريو وطبيعي برش من معمودي وقد اشتو يتحاسح وبيكون تشبوق بصر يكون وتنيح وحوظ العني ليكون وين ودين عبدهم حيلو حاطو يوثحنين وثعذاب ودن دسلا وثخون امضوا بسلام go in peace زلوم بشلوم وكاث حوذيتون ورزيتون وعلايم حيلو حاطو يوصالا